اسمعي يا عبدة، أنا رجل حر ولست على استعداد أن أبيع حريتي ولو بألف دينار. أقل من 5000 دينار؟ لا، 5000؟ إن جمعها يتطلب سنوات وسنوات. اجتهدي، ولك علي عندما تجمعين 5000 دينار أتزوجك وأنا راض تمام الرضا. وكم ستدفع أنت؟ نصف الدار. قد عرضت علي نصفها مقابل ألا أنافسك. وهكذا نكون قريبين من بعضنا البعض، ومن يدري قد ينمو الحب بيننا. نعم، قد ينمو خلال 2 أو 3. أنا متأكد أنه سينمو ويكبر مع كل دينار يضاف إلى ما معك، وعندها أتزوجك على الفور. وافقي يا عبدة، فهذا عرض جيد. قد وافقت، فهيا لنقسم الدار. يبدو أن وزني قد خس إلى النصف. ذلك لأن تراب 50 سنة قد انزحم من بدنك.
لا بل هو الحزن على ما ستتكلفه كل هذه الأشياء. إنها جميلة وبالغة الروعة، والمرء يشكر الله بالخفة والانتعاش، ولكن الشيء الذي يناقص متعتها عليه هو ذلك المبلغ المهول الذي ستتكلفه. من أين سندفع له؟ دعهم يفعلوا ما شاءوا، فليس لدينا غزل. يمكن مصادرة. أسحتا؟ الآن فهمت مقصدكما، تريدان أن يتقاضوا ثمن توظيفكما من دكاني. هيهات هيهات. انتظر، ما دام هنا نحن وأنت تعلم أن الولاة السلاجقة يأخذون عادة البريء بالمذنب. أنت لست بريئا إلى هذا الحد. ادفعها بالتي هي أحسن، وإلا سأخبر والي شراويه بكل ما لديكما من مال. أتفعل بنا هذا أيها الحكيم؟ نعم يا روح ما بعدك روح. يا روح ما بعدك روح، أتسمع ما يقول الحكيم يا سليمان؟ أسمع، والله إلا قد خرب أو طار عقله ولا غر، فإن الأفعال التي تفعل به ومنذ حين قد أطارت صوابه. جئت إلى الفائدة، لقد طار صوابي، فاحذراني وادفع بالتي هي أحسن. سأدفع، فلا تخف. وأنت يا من اسمه على اسم القرد الشهير ميمون. سأدفع طالما جنبت. أنا أبو جن، وسأريكم انتقامي. نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. نعم، فيانا طالما هكذا وتوعد، والنتيجة لا شيء. كان ذلك فيما مضى، كان حكيما وعليما ومعلما، أما الآن وفي ظل هذه الحقبة الصفوانية السرحانية فقد قل وزنه وتضاءل حجمه وضاعت قيمته. وأنت أيضا صبرا يا سرحان. أنا ما زلت حيا. وكنتما تأكلان التمر كل ليلة؟ كل ليلة وفي الصباح أحيانا. مقابل ماذا؟ عملي ساعة أو ساعتين إضافيتين. هان عليكما حالي، وأنا محرومة دونكما. كنا نخافك يا ليلى، فأبي عندما يريد معرفة شيء لا يعرفه إلا منك، فسرعان ما ينتزع منك الأخبار ويصل إلى ما يريد دون أي عناء. نعم، ولكن هذا كان قبل أن أذوق التمر، أما الآن فإنه ولا الجن نفسه سيقدر على انتزاع هذا السر أبدا. انتظري بها بعض الحلاوة. إنها خطوات أبي. من أنت؟ أنا أبوكم. لا، أبي ليس نظيفا هكذا ولا مليحا هكذا. أنا أبوكم، تأملني جيدا قبحكن الله. ويحي، إنه أبونا بحق. أبونا بعد التحسينات.
يبدو أنه وقع في يد ماشطة حاذقة. نعم ماشطة، ماشطة يا رقية زينتني. من فعل هذا يا أبتي؟ خذنا إليها، فقد فعلت المستحيل. نعم وعدلت من سحنتك وجعلتك إنسانا بحق. وماذا كنت من قبل؟ خنزيرا بريا؟ والله إن هيئتي الأولى كانت أحب إلي. لا تقل هذا يا أبتي، فأنت أكبر من أن تكذب. على الأقل لم تسبب لي التعاسة التي سببتها لي تلك الهيئة التي أعجبتكن. فمن فعل بك هذا كله؟ فعلتها بي الهيمنة الصفوانية السرحانية، منها ومنهما لله. لا شك أنه أقلق نومكم وأقدم ضاجعكم صوت هذا الكروان الذي انطلق مجلجلا مدويا. هذا حق، فقد أيقظني من نومي العميق. ولا شك أن أهل العقل مثلي قد جافاهم النوم بعد هذا التعدي الخطير، بل إن الكثير منكم أراد النوم بعد الفجر، ولكن كيف ينام والشمس قد أشرقت وجحافل وأسراب العصافير بدأت تزقزق زقزقة تصم الأذان، بل آلاف الآلاف منها قد هجمت على مدينتنا. فقولوا لي هل سنطعم أنفسنا أم سنطعم العصافير؟ قل لنا أنت أيها المعلم ماذا نفعل؟ في مقدورنا أن نفعل الكثير. كيف؟ وها أنت ذا تفعل كل ما أمر به الوالي والقاضي. ستكون مواجهتي مع الوالي اليوم. لا لا لا، بل الآن. ومن أراد منكم أن يحضر هذه المواجهة فليتبعني. هيا هيا فلنتبعه. هيا كان أحد من الناس بالخارج فدعه يدخل يا سرحان. يبدو أنه يوم هادئ فلا أحد قد جاء. ما هذه الضوضاء والجلبة؟ سأنظر ماذا حدث. أفسع الطريق يا ولد يا سرحان. ما هذه المظاهرة؟ جئتك في شكاية بالغة الخطورة. ولأن لك شكاية بالغة الخطورة تحضر ومعك كل هؤلاء يا رجل؟ لأني أريد الجميع أن يشهدوا على عدالة ونزاهة قاضيهم. لا بأس لا بأس، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. والآن ما هي شكايته؟ ليس قبل أن تستدعي الوالي نفسه. وما شأن الوالي بشكايتك؟ متى أمرت باستدعائه؟ سترى إن كنت أهلا لمجلس القضاء أم لا. إلزم حدك واحذر التجاوز، فأنت في حضرتنا، نحن قاضي مدينة العقلاء. هذا ما أريده وما أرجوه. صحيح أنني لست من عتاة القضاة وقد لا أصلح لهذا المنصب الخطير، ولكن أنا القاضي. هل فهمت؟ فهمت. أرسل من يستدعي الوالي. سأستدعيه وسترى. اذهب يا سرحان واستدعي الوالي. سمعا وطاعة.
والآن ضد من شكايتك؟ سأتكلم عندما يجيء الوالي. بل يثير الخوف والفزع. ماذا حدث؟ ها قد جئت مولانا القاضي. قف هنا إلى جانب خصمك وأنت كن إلى جانبه. سمع وطاعه. إن هذا ليس خصمي. ليس خصمك؟ ولما كان إصرارك على حضوره إذن؟ أردت فقط أن يشهد بنفسه على خصم الحقيقي الذي سرقني ونهب أموالي. ومن هو يا ترى؟ أنت أيها القاضي. أنا؟ وماذا سرقت منك يا رجل؟ لن أتكلم قبل أن تستدعي زوجتك. زوجتي ولما؟ لأنها شريكة وأساسية في هذه السرقة. قبحك الله، أنا وزوجتي سرقناك يا رجل. استدعي زوجتك مولانا القاضي. سأستدعيها من أجل الحقيقة وحدها، ولن يعجز العدالة شيء. استدعي مولاتك يا سرحان. سمعنا طاعتنا مولاي. ولو كانت أمي لاستدعيتها من قبرها، فنحن في مجلس قضاء محترم له قدسيته وله وقاره. هذه الفرصة وأرتق هذا الفتق الطارئ الذي انفتق في هذه الفردة. هيا ساعديني. هل استدعيتني يا مولاي القاضي؟ نعم. لا 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 لا، ابق مكانك يا مولاي القاضي لتحكم. كيف وقد اتهمتني منذ لحظة؟ اتهامي الأول لزوجتك، وسيرى كل هؤلاء مدى نزاهتك وعدالتك إن أنصفتني. تعال قف إلى جوار خصيمتك. أيها الأحمق، لا تقترب إلى هذا الحد، اجعل بينك وبينها مسافة. هكذا، هيا قل ما هي شكايتك؟ سيدتي زوجة القاضي، نعم، منذ متى توفي والدك إلى رحمة الله؟ منذ شهور مضت. وهل ترك لك ميراث؟ نعم. كم؟ عددا لا بأس به من الإبل والأغنام والمشي والموالي والجواري. نعم، ترك لي مولا واحدا، هذا هو سرحان. وعبده، ألم تكن جاريتك؟
وقد أعتقتها لوجه الله الكريم. ها انظر يا مولاي القاضي، أجبني من فضلك فقد جاء دورك. سل، من أين تنفق أنت وزوجتك وهذا المولى؟ أنفق من مال زوجتي، وللعلم فقد كان أبوها عم الشقيق لوالدي، ومن ثم فإن لي بعض الحق فيما خلفه لها من مال، وهي قالت ذلك بنفسها. نعم، لقد كان أبوه رحمه الله شقيق أبي رحمه الله، وكان مالهما مشاعا بينهما، فله مثل حظي مرتين فيما ترك والدي. وهذا المسكين المظلوم البائس أليس أيضا ابن عمكم؟ بلى، قاسم هو ابن عمنا. فأين حقه في التركة؟ أين حق ابن أختي؟ هو سفيه النعم، ولكن أين حق ابن أختي؟ إن حقي قد أخذه. اسكت أيها الأحمق، اسكت. لقد أمرنا الله أن ينوب العاقل عن السفيه. يا مولانا القاضي، يا مولانا القاضي، أين حق ابن أختي؟ لقد بلغ سن الزواج ولكنه لم يتزوج، وبلغ سن التأهيل ولكنه لم يتأهل. أتدري لما؟ لما؟ لأن هناك من أخذ حقه، ولكنني الآن أطالب بحقه، ليس من أجلي ولكن من أجله هو، لأنفق عليه فيذهب إلى الحلاق، يذهب إلى الحمام، يشتري حذاء جديدا كلما تلف حذاؤه، يتزوج بفتاة يسكن إليها وتسكن إليه. قاسم يعرف وأنت تعرف أن أباه عندما تزوج بأمي والتي هي أختك، جاء وقاسم أبي وعمي وأخذ كل ما له ورحل. رواية ملفقة. بل هي الحقيقة. أين شهودك؟ وأنت أين شهودك؟ هذا المولى سرحان الواقف هنا، وذلك المال الذي تنفقين منه أنت وزوجك، والذي بلغ حد الثراء الفاحش، والذي مكنك من تحرير جارية بالأمس. أيها القاضي، انظر واحكم بالعدل. أعرف أنك كاذب، ولكن دعواك ظاهرها الصدق، ومن ثم لا أملك إلا إرضاء الحق، وسأبدأ بسؤال قاسم. دعك من قاسم، فهو سفيه لا يكاد يبين. من حق القاضي أن يتبين بنفسه، أم تريد الإنصاف لك وحدك؟ ومن حق القاضي أن يتبين مدى أهلية قاسم. اقترب يا قاسم، اقترب. ماذا تريد مني؟ خالي تكلم بالنيابة عني، وأنا موافق على كل ما قاله. أتعترف بأنك سفيه إذن؟ سفيه فقط، بل أنا قمة السفاهة والعتة، وإن شئت فأنا أقرب للجنون. هذا واضح، هذا واضح. تقول هذا لأنك صدقت ما ادعى به بأنه سيسمح لك بالذهاب للحلاق وإلى الحمام، وبأنه سيزوجك. وابنتي تحسب الأيام لذلك اليوم. وأنك يا ابنتي يا ليلى، يا ابنتي الجميلة. ولكنه ابن أختي ولن أضن عليه بها. أريد جليلة. لتكن جليلة. وهل لك يا جليلة يا حبيبتي. ماذا تفعل؟ سألف هذا المعقوق من النعل حتى الوجه. سيصير لونها غير لون الفردة الأخرى. لا عليك، فكم مرة تغير لون هذا المركوب؟ ماذا
بحجتي. تكلمي. يا أيها الناس، يا من تشهدون هذه القضية، أقسمت عليكم بالله الذي لا إله إلا هو أن تشهدوا من يقوم بالبيع في حانوت زيتون. قاسم، أتأمن سفيها على مالك يا زيتون؟ لما لا تجيب؟ لأنك لو قلت نعم تكون أنت السفي، وإن قلت لا تكون قد كذبت على نفسك، أليس كذلك؟ وأنت يا قاسم؟ لا، أنا سفيه يا ابنة العم، فلا شأن لك بي. فلنفترض أنه غير سفيه إلى حد كبير، فأين هو من حق ذي القربة؟ ألم يوصي الله تعالى في كتابه أن ترزقوهم من الميراث عند القسمة؟ بلى. إذن فالقضية واضحة جلية، أنا أريد حق قاسم ابن أختي. وإن قلت لك إن الميراث من أبي كان 2000 دينار فماذا تقول؟ تقسم 2000 على رجلين، صفوان وقاسم، وأنثى هي أنت، أي يكون نصيب قاسم 800 دينار ذهبا. اشهدوا، سأدفع إلى قاسم 800 دينار الآن. أنصفي والله، لقد عوض كل خسائره عن الأيام الماضية، بل وحاز بسبب خسارة بعض الدراهم ثروة جمة. إنه زيتون الحكيم المعلم، هذا حقه في المال، فأين حقه في الجارية التي أعتقوها وهذا المولى سرحان؟ ماذا تريد؟ كانت عبدة مغنية حاذقة، وكانت تساوي 3000 دينار. قد أعتقتها لوجه الله. ها، لقد تصرفت فيما ليس لك فيه حق، ها، تصرفت في مال غيرك دون رغبتهم. وماذا تريد؟ سأكتفي بأن أخذ المولى سرحان. ماذا؟ هذا حق قاسم ابن أختي. ولما سرحان بالذات؟ لا أريد سواه، بل سأتنازل عن 800 دينار في نظير أن آخذ سرحان. أرجوك لا تفعل. لابد. فنحن نشتريه منك وندفع لك فيه ما شئت من مال ثمنا له. بل لا أريد سواه. يا زيتون لا تفعل. تأدب وخاطبني بكلمة مولاي. يا مولاي لا تفعل. لابد. يا هذا، نحن نشتريه منك. أنا لا أريد غيره. يا والدي أرجوك. لابد. كفاك الله وكفانا شرور أنفسنا، أنا مشفق عليك. ممن؟ مني. منك؟ نعم. أنا لا أدري ماذا يفعل مولا بمولاه. أشفق على نفسك، أشفق على نفسك. يا مولاي أرجوك. لن أتراجع. مولاتي صفية، مولاي صفوان، ادفعاني إليه. يا سرحان، أنت لا تقدر الذي ينتظرك حق قدره، فدعنا نساومه. لا، وأقسمت عليكم، دعوني له. أنت حر، ها هو سرحان، خذ، وذنبك على جنبك. ها أنا ذا يا مولاي، خذ بيدي. أرأيتم أيها الناس مقدار تضحيتي لكم؟ لقد ضحيت 800 دينار ذهبا في سبيل أن أحصل على سرحان الذي كان مصدر شرورنا والتي حاقت بنا. يا ولد يا سرحان، سر أمامي. هيا يا مولاي. يا للعجب، زيتون ياخذ سرحان مولا لنفسه يأمر فيه وينهى. فعلها زيتون وانتقم لنفسه
وخرج فائزا رابحا كما وعد. فعلها بالباطل، ولولا أن صفوان غاية في العدل لما أعطاه شيء. أيا فقد نجح زيتون في انتزاع سرحان، وخرج القاضي لا خادم له ولا مولى. أتسمع؟ نعم أسمع، فاسكتي حتى نسمع. يقول إن زيتون قد أخذ سرحان. نعم أعرف، فاسكتي حتى نسمع المزيد. زيتون قد أخذ سرحان يا أبا القاسم. وماذا في هذا؟ ماذا في هذا؟ زيتون هو زيتون، وسرحان هو سرحان، فإذا اجتمع معا فسترى وتسمع العجب العجاب. حسبتها ستكون غرفتي. لا، بل هي غرفة قاسم وستظل غرفة قاسم. وأنت؟ نعم. سيسمح لك بالبقاء في ركن منها، ولكنها ستظل غرفة قاسم. وأين سأضع سريري؟ سريرك؟ أي سرير؟ الذي سأنام عليه. وتريد أن تنام في سرير؟ وهل تريد أنت شيئا آخر؟ أترى هذا؟ نعم أراه. هذا فراش قاسم. لهذا حمدت الله. ظنا منك أنك ستحصل على فراش أفضل. هذا ما أرجوه. لا، من الآن احذر أن ترجو شيئا، فأنا خير من يخيب رجاء أمثالك. أعرف أن لك حقوقا لا أنكرها ولا أجحدها. لست في حاجة لأن تبصرني بمن لي من حقوق. أنت بحاجة إذن لأن أذكرك بما عليك من واجب مقابل ما لك من حق علي. ماذا؟ وهل لك علي؟ مهلا مهلا، إنه من حسن حظي وسوء حظك إن الإسلام ما أبقى على الرق ظاهريا إلا لعدم إحداث فوضى في حياة البشر الاجتماعية. وإن شئت قلت لك إنه نظر إلى حياة المستضعفين من أمثالي بقصد حمايتهم لا لامتهانهم، والشريعة بيني وبينك. حسن، فلتكن الشريعة بيني وبينك. إن مولى القوم منهم. صدقت، فأنت منا. آكل مما تأكلون. تماما، فبناتي لكل واحدة منهن رغيف من خبز الشعير كل يوم، وكذلك لقاسم. رغيف من خبز الشعير؟ إن شئت جئتك بشهادتهن، وإن أحسنت فخذ شهادة قاسم. رغيف من خبز الشعير؟ وأحيانا بعض ذرات من ملح، هذا بالإضافة إلى كوز من ماء معتبر. حتى الماء مقنن؟ كل شيء هنا بمقدار. هذه حياتنا، فهل تريد أن تكون لك ميزة على موالك؟ لا. وماذا؟ ألبس مما تلبسون. حسن جدا، فاخلع هذا الثوب الأنيق الذي تلبسه، وسأتيك بثوب خشن كالذي ألبسه أنا وكالذي يلبسه قاسم. لكنه ثوبي. نعم كان، أما الآن فأنت منا. هيا اخلع هذا الثوب، اخلع. سأفعل، متى جئتني بثوب كثوبك هذا؟ وتنام على مثل ما ننام عليه. نعم، ففراشي أحقر من فراش قاسم،
وفراش بناتي أحقر من فراشي، ولن أترك لك ثغرة تشكو منها، لأنني سآتيك بحشية كالتي يتخذها قاسم فراشا. الأمر لله. البقي بيني وبينك شيء تريد الاحتكام فيه إلى الشريعة؟ أريد أن أعرف واجباتي. ستجلب لنا الماء من البئر. سهل ميسور. وتطحن الشعير. نعم. وترش الدار وتكنسها. نعم. وتغزل قدرا معلوما من الصوف كل يوم. فقط؟ فقط، ولا شيء آخر سنطلبه منك. وإذا لم يكفني رغيف الشعير الواحد؟ إن مولى القوم منهم، فإذا كان الرغيف يكفي الواحد هنا فعليك أن تروض نفسك حتى يكفيك ما يكفي الواحد منا. لا بأس لا بأس، إذا احتجت المزيد اشتريت لنفسي بعض الطعام. نعم، اشتريت لنفسك بعض الطعام من أين إن لم تكن نويت أن تسرقني؟ لست بسارق. إذا أنت من أين ستشتري الطعام إن لم تسرق؟ معي. معك؟ معك ماذا؟ هيا تكلم. معي بعض المال. إذن فالشريعة بيني وبينك، هات هات هات. ماذا؟ ما معك؟ فالعبد وما ملكت يمينه لسيده. لكنه مالي. أنت كلك لي، فمالك لي. هات. أنا جد متمسك بالشريعة. هات هات هات. الأمر لله. هات هات. لكنك تنازلت منذ قليل لمولاي صفوان عن أخذ المال. أيها الأحمق، لو أخذته لأخذه شيراويه، ولكنني تركته لأخذه لاحقا. هات. الأمر لله. خذ. هات. يا العبقرية الشريعة، هكذا يكون التشريع، وإلا فلا. آمنت بالله ورضيت بما رضي. كيف تركت زيتون يأخذ سرحان هكذا ظلما وعدوانا وأنت تعرف الحق؟ ظاهر الحق أمام الناس كان معه، فلم أملك وأنا القاضي أن أبدو أمام الكافة أنني أمنعه حقه. أنت لا تعرف كيف يحيا هؤلاء الناس، وسرحان لا يستطيع أن يعيش كما يعيشون. إن ظلموه فليتقدم بشكوى وعلي أن أنصفه، وإن كنت أعرف أن سرحان لا يغلب. بل أنت لا تعرف، فسرحان شديد الصدق والإخلاص لمن يصير له مولى. قد يغير صدقه وإخلاصه طريقة زيتون في التعامل. محال، لقد حدثنا قاسم عن خاله هذا بالأعجيب. قد أشرت عليك بالرحيل فتباطأت. لم أشأ أن أحرمك منصب القضاء. غرم غرم لا غن، فهيا نتسلل ونرحل ونترك سرحان. لا، سأنظر من القادم. أدركني يا سيدي القاضي، أدركني. ماذا حدث لك؟ سرقت سرقت يا مولاي القاضي. قد جئتهم قد جئتهم وسأبقى حتى ينهزم. قد جئتهم فأنا سرحان منتقم فأنا سرحان المنتقم. يا أنا يهم يا أنا يهم يا أنا يهم يا أنا يهم. يا
غدا فستلقاني وترى من يلعب بالثاني إن جئت غدا فستلقاني وترى من يلعب بالثاني يا أنا بالكرم السرحان يهبو بالبخل الشيطان يا أنا بالكرم السرحان يهبو بالبخل الشيطان فتعال معي نلهو بهم فتعال معي نلهو بهم فتعال نلهو بهم تعال تعال نلهو بهم فتعال معي نلهو بهم تعال معي نلهو بهم تعال معي نلهو بهم تعال تعال نلهو بهم تعال معي نلهو بهم تعال تعال نلهو بهم تعال معي نلهو بهم.